وأنا كنت واضح بكلامي، لم أتهجم على أحد. أنا عم بحكي هالشباب سألوني عن مواقفي، أنا ضد الحرب العبثية، ضد أي حرب بين الإخوة العرب، وهذه الحرب أصبحت عبثية. حتى في كتير ناس في الخليج بيعتبرونها حرب عبثية، حان لها أن تتوقف. كنت عم بقولها بكل محبة، مش عم بقولها كموقف يعني مع الحوثيين أو ضد الحوثيين أو مع السعودية ضد الحوثيين. أنا كنت عم بقولها كإنسان يشعر بالهموم العربية، بالمشاكل العربية، بالمعاناة العربية. تعرف أنت هالحرب قديش عم تكلف، تعرف قديش عم تكلف اقتصاديا، قديش عم تكلف ماليا، قديش عم تكلف بشريا.